افتتحت جمعية الأرمان وشركة المراسم الدولية إعادة تطوير 131 منزلا في 3 قرى بمركز الوسطى وناصر بمحافظة بني سويف. يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بواقع 50 منزلا بقرية بني عدي بمركز ناصر و51 منزلا بقرية أطواب و30 منزلا بكفر أبيج بمركز الوسطى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية. نشهد افتتاح عدد 131 منزل في مركزين في عدد 3 قرى، قرية جيك أطواب، قرية بني عدي اللي احنا فيها النهاردة فيها 50 منزل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كل العمل ده طبعا بناء على البروتوكول الموقع بين جمعيه الأرمان وشركه المراسم الدوليه تحت مظله التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. نشكر جمعيه الأرمان، عملت لنا حاجات حلوه وجميله. والبلد البيت الاول ما كانش يتقعد فيه، كان نام معاه حشرات وحاجات وحشه كتير، ونشكر الناس الحلوه اللي عملت لنا حاجات كده حلوه، ميه ونور ومراوح وعيشه نظيفه وبيت نظيف. ونشكر سياده الرئيس على الحاجات الحلوه اللي عملها لنا. بيتنا كان اول كان بعشش وبوص، وكان بيلمع علينا التعابين والقرف. جامعه الأرمان جت شافته، عملوه له وظبطوه له راني، وفي قمه الفرح وقمه السعاده. نشكر الدوله ونشكر سياده الرئيس ونشكر شركه ونشكر التحالف الوطني ونشكر جمعيه الأرمان ومراسم على اللي عملوه بالنسبه للبيوت والمنازل. الاول كنا بنقعد قاعدين في بيت عشه كان بينزل علينا المطر وينزل علينا ويدخل علينا الحشرات والعقارب والتعابين، دلوقتي بقى البيت محترم وحاجه تقعد فيها.